إذا كانت الحركة من أجل تجهيز وضعه مثل هذا السائل، يعني إذا أراد أن يجلس ويريد أن يمد رجليه فهو لا شك أنه يحتاج إلى حركة، فنقول هذه الحركة من أجل العبادة ومن أجل الصلاة ومن أجل الخشوع فلا حرج في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يصلي نافلة في بيته وطرق الباب ففتح الباب، تحرك وفتح الباب. المقصود الحركة إذا كانت خاصة في العبادة وهي تحقق الأمر الأول والمهم الذي يغفل عنه الناس وهو الخشوع، فعليه أن يفعل هذا الفعل. مثال ذلك لو أن الجوال مثلا في جيبه ثم سمع الجوال، فإنه في هذه الحالة إذا كان هذا الجوال مزعج ويذهب عنه الخشوع فإنه لا حرج في الحركة التي يعملها من أجل أن يغلق هذا الجوال، فيقوم بإغلاق الجوال ولو كان في صلاة. لماذا؟ لأنه أول شيء هذا الجوال سوف يشغله في صلاته ولا يستطيع أن يتبع. الأمر الثاني إذا كان يصلي أيضا مع جماعة فإن هذا الجوال سوف يشغل الناس، فعليه في هذه الحالة أن يطفئ الجوال. وبالنسبة للسائل حركة الحركة التي يقوم بها من أجل أن يجلس فنقول لا حرج عليه في ذلك. أما الحرج الحركة التي فيها عبث وحركة يعني وخاصة بعض الناس هداهم الله حتى عندما وهو في صلاته يخرج الجوال من جيبه وهو في الصلاة، يخرج الجوال من جيبه وينظر إلى الجوال وينظر من اتصل به، وأحيانا بعضهم وجدنا يرسل رسالة أثناء الصلاة وهو يصلي يرسل رسالة، وهذا لا شك أنه يبطل صلاته، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. هذا إضافة على الحركة، فلا يجوز له أن يتحرك في الصلاة لشيء خارج عن مؤدى أو هذه العبادة وهي الصلاة. نعم.